السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم نديم يتعلم الرسم. إن شاء الله يا أحباب رسمة سهلة وبسيطة. راح نعمل هاي الحركات اللي أمامكم، راح نعمل الخط ونكتب رقم 2 بالشكل هذا بالتدريج من الصغير للكبير، ونعمل الخطوط طاية المستقيمة، ونرجع نلون الأجزاء هاي باللون الأسود. راح نجيب قلم سماوي، راح نلون هذا المكان، الجزء هذا راح يصير عندنا اللون الأزرق بالشكل هذا. نرجع نرسم شخص باللون الأسود. إن شاء الله رسمة سهلة وبسيطة، حاول أنك ترسمها غير معقدة وألوانها بسيطة. هي أقلام سبورة، تقدر تستخدم أقلام السبورة، والورق اللي أمامكم هو ورق طباعة. راح نجيب لون أبيض، طبعا هذا اللون الأبيض هو مصحح أخطاء الكتابة متوفر في المكتبة. وراح نعمل الأمواج، طبعا كل ما اقتربنا راح يكون حجم الموج أكبر، وكل ما ابتعدنا راح نلاحظي راح يكون الموج صغير. اللون الأزرق درجة أغمق، وراح نضع اللون الأزرق تحت الأبيض بالشكل هذا بشكل خفيف. وراح نرجع نضيف لون الأزرق علشان نعطيه درجة أغمق بالشكل هذا أمامكم. لاحظين صار البعيد عندنا درجة غامقة في البحر. نرجع نجيب لون برتقالي، وراح نلون هذا الأماكن هاي، راح نلون الأماكن باللون البرتقالي، ونجيب الكمال لون بني، وراح ندمج اللون البني مع اللون البرتقالي بهذا الشكل. وراح نضيف لون أصفر على البني علشان ندمج الألوان بشكل صح. بعدين قلم أسود، نفس المبدأ، قلم أسود كمان راح ندمجه مع اللون البني. وراح نجيب قلم أخضر كمان ونضيف اللون الأخضر على اللون الأسود. لاحظين يا أحباب اللون الأسود راح ندمجه مع اللون البني بالشكل هذا. وراح نضيف اللون الأخضر زي ما أمامكم في الرسمة. بكون هيك إن شاء الله انتهينا من الرسمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.